حنحكي بالمجمل وحنحكي يعني كلام ولازم العالم كل شيء يعرفه، وقاعد الجزائريين وقاعد المغاربه وقاعد العالم العربي. اولا اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر قاعد الجزائريين اللي قالوا فيا كلام زوين، وانا نشكر ثاني الجزائريين والمغاربه اللي قالوا علينا بكل كلام مليح، والدليل انهم يحبونا كامل ويحبونا انا وياك. انتي قلتي واحد الكلمه، كنتي قلتي واحد الكلمه وقد الناس ما يفهموهاش، فهمتي؟ وانا عايز اوضح لكل شيء والجميع، يعني جميع الجمهور ديالي ولا ديالك. قلتي باللي انا نحبك وقلتيها غير هكاك، يمكن انت قاصده فيها شي حاجه اخرى ما نفهمش بصح. يمكن انا فعلا تنحبك، كنقولها قدام الجمهور وقدام العالم العربي، ولكن ماشي ذاك الحب العاطفي، الحب كزميلة وكأخت وكلية. ومن أول يعني من أول أكاديمية كنا قراب مع بعضياتنا، والناس بغوا هذا الشيء وحبوه، وحبوا صداقتنا أنا وياك وأخوتنا أنا وياك. وكنبغي نقول لكاع اللي لامني حتىش تقربت. أنا لامني. تسمع تني فعلا، لانني كنت تقربت من سهيله بزاف. علاش؟ لان سهيله كتفهمني، وسهيله بنت زير، وعندنا لغه يعني لغه متشابهه انا وياها، وحنا خوت وكتفهمني، ولقيت فيها اختي اللي ما لقيتهاش، اللي ما عنديش. وكنبغي نقول انني ما كنمشيش، يعني ما جايش هنا باش ندير شي حاجه، او باش نبغي، او باش نحب، او باش ندير شي حاجه. هادشي اللي بغيت نوصل، انني كاول شاب مغربي، فهمتيني؟ ان سهيله ما بيني وبينها غير اخوه، وغنبقى واقف جنبها، وغتبقى واقفه بجنبي، وتبقى علاقتنا زوينه، والجمهور ديالك يبغيني، والجمهور ديالك يبغيها. يعني يعني ما بغيتش من هنا لقدام، يعني من هنا الايام الجايه يتجبد شي موضوع بيني وبين سهيله، يعني اي علاقه حب، او ما كاينش هادشي نهائيا. وهي غتقول لكم هاد الهضره وغتاكد لكم اننا انا بيني وبينها غير اخوه وبس، وصداقة، وغتبقى هنايا. وحنايا شرفنا العالم العربي، شرفنا المغرب والجزائر، وبينا ان المغرب والجزائر اصدقاء واخوة. وهالشيء كيبان في هاد الصور، كيبان في لي بوبليكاسيون في تويتر، كيقولوا بان المغرب والجزائر خوت. وحنا جايين هنا لستار اكاديمي باش نولوا اخوة واصدقاء، وجايين باش نحققوا حلمنا ثانيا، وباش ما نولوش اعداء. وكنبغي نقول ان انيس وسهيله خوت، وان ولو ونسيم كمان، لا نسيم اللي وقع بيناتنا سوء تفاهم، عايزين نوصل لكل شيء. وبيني وبين سهيله انا كمان ما في اي شيء، سوء تفاهم. لا ما تجيش. وان مروان يعني كان بيناتو سوء تفاهم، ان مروان وسهيله كمان خوت، وحنا كنا خوت مع بعضياتنا، وحنا هنايا حنا خوت ومنافسين منافسه شريفه. صح. وحنا هنا على قبل الحلم ديالنا، مع على قبل اي حاجه. وان شاء الله نشرفوا بلادنا، وان شاء الله وميرسي للتوأم ايهاب وسهيله. وهادشي كيفرح بزاف ان سميتنا انا وسهيله تبان في اطفال يعني طالعين، وخاوه نكون وفخاوه، وحنا خوت، وحنا نبقاو ديما خوت. وهادشي اللي بغيت نوصل لكم، وانني انا وسهيله ما مخاصمينش، وما مزعلينش مع بعضياتنا. الشيء اللي حكى فيه ايهاب اكيد ما راحش نعرضوا عليه، لانه هذا هو الشيء صح. ومادام في ناس فاهمه بانه عندنا صداقه وبيناتنا اخوه، اكيد الناس الكل لازم تفهم هذا الشيء، وسمعتوها منا ما سمعتوهاش من برا، يعني بديتوا صح من عندنا نورمالمون هاك. وحنايا غنبقاو انا وياها اصدقاء هنا، وما غنفوتوش بعضياتنا. وانا نذكر انه من اول يوم جيت قلت انه المغرب العربي لازم يتوحد، لانه شايفه انه هذا العام يستاهل انه ياخذها واحد من المغرب العربي، فرصه كبيره لنا. فمن الاحسن تبعثوا لنا حاجه انكم تشجعونا بكل وطلعونا في معنوياتنا. سامع حاجه دينا المغرب العربي يستحق انه حد ياخذ فعلا. فعلا انتوا يعني اقوياء السنه، وجينا وكلنا ما كانش حاجه ضد الثاني، وش انه فلان حكى وفلان عمل وفلان بيحب فلان، فلان بيحب وفلان بيكره فلان، احنا كامل بنحبه. انا انيس والله.
تروكم هو ثاني صح يلا خويا يلا.